كمال، رغم صغر سنه يمتلك ويسير محلا من أشهر محلات ولاية وهران يقصده محدودو الدخل بكثرة، فبعد أن ركب قوارب الموت مرات عديدة لبلوغ الضفة الأخرى من المتوسط وباءت كلها بالفشل، قرر أن يبدأ مشروعه في وطنه الأم. وكانت البداية بطاولة صغيرة يجوب بها مختلف أسواق المدينة. حكيت كما الله قوس ما كاش اللي ما يعرفهاش، وهران الغرب كون في اللي يعرفها. انا حركت رحت الغرب وعاود وليت، رحت عاود وليت، شيباني كضبني قال لي ولدي، قال لي هنا في البلاد ودير شويه شويه وتبقار وخدمه وديبلاسمو، خطرت بالسيمانه ما ترقوش بتجيب سلعه سومه شابه قال لي يلبسها. قصة الشاب كمال مع قوارب الموت ومحاولاته المتعددة للهجرة يعرفها العام والخاص، أين تحولت تجربته إلى قصة ملهمة عنوانها الإرادة لتحقيق الطموح. قصة طويلة مسكين، وكان في الغربة وجا وراح هنايا في البلاد وراح يخدم على روحه وكشي. حنا نتمنوا له التوفيق ونتمنوا له الشجاعة، يجي ربي يوفقه إن شاء الله. صاحبي بروش تاعي وكاع راح الغربة بزاف، راح شحال ما خاطره وما صدقتلهش، بدا بشوية 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 دروك راه عنده محل الله يبارك، وراه عنده خدامة وكاع شغل جان صغير وخدم ودار محل كبير ودار خدامه بزاف، وراه يدير لي كادو الربعة الاولى دي فوا ثلاثة دي فوا خمسة راه يمد لهم باطل. ازدهار تجارة هذا الشاب الذي بدأ نشاطه بعرض سترات للبيع على درج منزله، فندت إشاعات تحقيق الأحلام من وراء البحار فقط وبحثا عن مستقبل مجهول له.